بعض الإخوة يقول أنا ما عندي أسلوب في المحاضرات، ما أعرف أقول بقول المطارق، ساعة ساعة ونص كلام، ما أعرف أقول هذا الكلام كله. طيب الدعوة ما توقف على المحاضرات فقط، هناك أسلوب من الدعوة يسمى الأسلوب الدعوة الإنفرادية، ممكن تأخذ شخص وتصاحبه وتماشيه، وذاك الإنسان قد تكون لديه الاستطاعة لأن يلقي المحاضرات فيهدي الله تعالى به ألوفا كلهم في موازين حسناتك. نعم، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف، إن أمر عنا. أساليب الدعوة كثيرة، بعضهم فكر في المجلات وفيها بريد الأصدقاء أو مكان للتعارف لهواة التعارف، فأخذ مجلة من هذه المجلات وتفرس في وجوه الأصدقاء واختار الوجوه التي يرى فيها شيء من الخير وراسلها. بداية الأمر هذا مجرد تعارف فيما بينها، ثم الرسائل التي من بعد كانت فيها شيء من الحقن، شيء من الجروعات عله أن يصطلح، وجاءت من بعد ذلك رسائل تبشر بأن أولئك الأشخاص عالوا إلى الله سبحانه وتعالى، وسردوا قصصهم في الرسائل، ومنها ما يدمع العين ويبكي القلب. نعم، وأعرف بنفسي شخصا عرفته، والآن أسأل الله تعالى أن يتغمده برحماته وأن يسكنه أعلى فراديس جناته. في فترة وجيزة من الزمن، يعني أظنها أقل من أسبوع، أعاد الله تعالى على يديه 6 أشخاص، وعلى أيدي 6 عاد غيرهم، أو على بعض 6 عاد غيرهم. فهذا كالرجل توفاه الله تعالى ولا تزال بمشيئة الله تعالى وإذنه وفضله ورحماته تصل إليه الحسنات، وهو إن شاء الله في روضات جنات ونهر. نعم، فبالتشمير والعزم والجد والاجتهاد يمكن أن تثمر الدعوة. وأما بهذا الفتور الذي نراه في حياتنا، وبهذا التكاسل، وبهذه النظرة التشاؤمية للأمور، لن تصطلح الأحوال أبدا، لن تصطلح الأحوال. كنت في فترة ليست بعيدة مع بعض الإخوة، وكانوا دائما يعني يشكون من الضغوط، ويشكون من بعض الأمور التي تصيبهم في ذيك المنطقة من إثر التيارات الفاسدة وكذا. فيعني رحت في زيارة مع هؤلاء الإخوة، فوجدت العجب، هؤلاء الذين يعني دائما يوصلون الأخبار أن هذه المنطقة فيها فساد، وهذه المنطقة فيها صياع، وفيها انحراف وكذا، هؤلاء الإخوة بأنفسهم يحتاجون إلى إصلاح، يحتاجون إلى من يقومهم. تأتي إلى يعني بعض الإخوة الزور يقول فلان، أي من نفس المجموعة، يغتابني ويظن في السوء ويقول في كذا وينقل عني كذا ويقول عني كذا. قلت متى يبلغ البنيان يوما تماما؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. إذا كان إخوة الذين يتحملون مسؤولية الدعوة في شقاق وخلاف وقلوبهم مكدرة، متى يرجى ثمار هذه الدعوة؟ ومتى يرجى أن يقوم بنيانها؟ التمسنا من وتعلمنا من شيخنا سماحة شيخنا حفظه الله تعالى التفاؤل
كان لما يتكلم عن الإخوة الصالحين أو يتكلم عن يعني الصلاح في منطقة يتكلم بانشراح ويتكلم وكأن المنطقة لا يوجد فيها معصية أبدا، لا توجد فيها معصية. لما يتكلم تجده يشرح الصدر فتخرج من عند الشيخ وكلك يعني ارتياح، ولو كنت أنت من ذيك المنطقة إلا أن يعطيك أخبار عن منطقتك قد تكون أنت لا تدري بها، وهو هنا وبين وبينها مسافات، ويخبرك عن منطقتك أن فيها صحوة وفيها دعوة وفيها فلان متحرك، ويسميهم بأسمائهم، يقول فلان ما شاء الله من الصالحين، وفلان ما شاء الله من المصلحين، وفلان كذا. فتخرج أنت وفي نيتك أن تقتدي بالشيخ في ذلك الحال، ويجب حقيقة أن يجعل قدوة في ميدان الدعوة. ولكن نجد هذه الزلات وهذه السقطات في الميدان ولا ندري يعني كيف تجتث هذه الأمراض من نفوس دعاتنا. نعم، والتضحية لا بد منها، التضحية في سبيل الإصلاح لا بد منها. فهل من مشمر؟ أبو بكر الصديق يبذل ماله كله رضوان الله عليه عندما سأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا تركت لعيالك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم خيرا كثيرا. قال ماذا تركت؟ قال تركت لهم خيرا كثيرا. قال ماذا تركت؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ما ترك شيء عمر، أبو بكر ما ترك شيء في البيت، وعمر أتى بنصف ماله في سبيل الله. التضحيات لا بد منها.